في جميع القارات، في استراليا وفي اليابان وفي كوريا وفي الصين والى اخره، كله عندك. ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم. فليش نجحد نعمة الله علينا؟ لا اكيد طبعا، الحمد لله. يعني يمكن احنا حتى من ضمن انه الواحد يشكر الله سبحانه وتعالى ويذكر النعمة في هذا اليوم الوطني، ان الكل بيخرج على الاقل لو رفع علم المملكة العربية السعودية، على الاقل لو مسك صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذا ابسط دليل على الانتماء لهذا الوطن. اسماعيل، انا اتمنى، وانت جبت الكلمة دي، اتمنى من جميع شبابنا إذا كانوا بيظهرون بمحبتهم لليوم الوطني، ما هم في الشوارع وتعطيل الحركة المرورية والكلام اللي ما ينمو إلى عقل. نعم. يجب يكونون انضباطيين. الفرحة مو بالتخليل هتكون. نعم. يبدون مشاعرهم عشان يكونوا يعكسون صور حضارية عن مجتمعهم، عن أسرهم، عن بلدهم، عن قيادتهم. طيب كيف ترى سمو الأمير، يعني كيف نشوف أنه الناس تظهر فرحها؟ يعني أكيد حيحتاجوا مثلا يكون في لهم أماكن عامة يجتمعوا فيها، يكون لهم مشاعر متبادلة في هذا اليوم. يعني أكيد صح أنه ما يعني ما نؤيد التخريب. أنا أطلب من جميع أصحاب السمو الملكي وراء المناطق أن يهيئوا أماكن في ذا اليوم، ويطلبوا اللي عنده بيبني مشاعره من عرضات وألعاب شعبية وأشياء من هذا القبيل أنها تتوفر لهم في حدود قيمنا وعاداتنا وانضباطنا في الأشياء هذه. أنا أشوف طال عمرك أنه شيء رائع جدا أنه تخرج طاقات الشباب أو تبذل في ما يدل على أنه فعلا مغروس عندهم الانتماء والقرب من وطنهم ومن قيادتهم ومن هذا الشعب وهذا المجتمع المتكاتف دائما. يعني حتى لاحظنا الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله كان مع المجتمع بابتسامته، بدموعه، بوقوفه، بالنظر إلى حاجاتهم. فعلا احنا أول شيء سعيدين جدا بأن يكون لدينا حوار مع سموك الكريم عن اليوم الوطني. أنا ودي في النهاية تكون لديك كلمة الختام عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. الختام نرجو أنها يكون ختامه مسك دائما إن شاء الله. نرجو من الله عز وجل أن يديم علينا النعم، وأن يحفظ لنا قيادتنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يوفق هذا الشعب الطيب للأعمال الخيرة، وأن يوفق رجال الأعمال للبذل والعطاء لبلدهم، لأن عندهم الإمكانية. العطاء ممكن يفتحون مستشفيات، ممكن يفتحون دور للأيتام، ممكن يفتحون مجال في داخل الوطن. هذه بحد ذاتها صدقة، هذه بحد ذاتها زكاة، وتكون في وسط بلدك وتكون يقتدى بك الناس، لأن الصدق والعمل الطيب جائز أنه ينشهر من الناس عشان الناس يقتدون به. وختاما أنا أشكرك يا أخ إسماعيل، وأرجو إن شاء الله أن أخواننا المواطنين والمواطنات يكون صدرهم رحب ويتحملوننا في زلات ولا في شيء. والكلام معك رائع. اقول لك والانسان اكيد الايجابيات فينا، الايجابيات وفينا السلبيات، ولكن انتم رجاء من الله ثم منكم انكم تدمحون زلاتنا. لا ما ممكن، لا تبينون الا ايجابيات. بس انا ودي وش رايك لو ختمنا، اذا حبيت نختم ببيتين، لو حبيت اذا عندك بيتين قصيده عن الوطن اذا موجوده. والله والوطن والله ما في ازين من كلام الله يرحم سعيد فياض، يقول نعم. بلادي بلادي منار الهدى. نعم. ايه وما ادري شو يقول، انا والله ماني حافظها بالضبط، لكن يمكن تعرف نشيد. يكفي اي نعم. ايه يكفي ان احنا اخذنا مقطع منها. وش قال يعني هذه بحد ذاتها، لاننا بلدنا هي منار الهدى، وهي منبع الرسالات، وهي كل شيء. فارجو من الله سبحانه وتعالى ان كل مواطن سعودي يكون جدير
المشي في خطى أبائه وأجداده بالعلم الطيب، ويفتخر بالعلم الطيب. صحيح. وشكرا يا أخ، شكرا لك سمو الأمير، شكرا على رحاب صدرك اللي تعبناهم يصورون ويتعبون، هذا واجبنا. ونشكر الجميع ونشكر هذه القناة، ونتمنى لها إن شاء الله استمرار والنجاح، وأن تكون قناة مصداقية، ما تكون مثل بعض القنوات ما بعد معدد قيل القناة الفلانية ولا الثانية، تكون لها ميزة تفتخر بها عن القنوات الثانية. احنا شرف لنا طول عمرك انه تظهر على قناتنا، ونشكرك مرة اخرى وعلى رحابة صدرك وعلى هذا اللقاء المتميز.